السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي عالم ناديه. دابا انا جيت هنايا باش غادي نكمل لكم على الفيديو السابق. كنت قلت لكم غادي نوريكم كيفاش نخدموا اللوايه. هنا غادي نكمل في هذاك الطريف نيت اللي كنت بديت. انا غادي نكمل فيه وغادي نوريكم كيفاش. انا غادي نجيب هنا اللوايه في الوسط. مثلا انايا اللوايه غادي ناخذ فيها مثلا 6 العيون. 6 العيون يعني غادي ناخذ 6 غنخليها الوسط. مثلا انا غنجيب اللوايه هنايا في الوسط غناخذ 6. 6 من 20 عين كتحسبي شحال عندك في 6، كيبقاو ليا 14. هذيك 14 كنقسمها على جوج، غادي نخدم 7 و 6 ديال اللوايه وغتبقى 7 من هنا. هذا الا كنتي دايره اللوايه وحده الوسط. انا كنعطيك غير مثال، تقدر تكون هاد اللوايه كبيره فيها 8 على 8، فيها مثلا 16 عين. كيف يمكن ديري لوايات صغار يكونوا فيهم غير جوج على جوج كيجيو تا هما زوينين. انا غادي نبدا هنا بسم الله، غادي نخدم 7. 1 2 3 4 5 6 7، هادو 7. هنا ردي معايا البال كيفاش غادي ندير. قلنا اللوايه غندير فيها انا 6 ديال العيون. 1 2 3 4 5 6، كنطلق هاد العيون كاملين بحال هكا. ردي معايا البال مزيان كيفاش غندير. كناخذ هاد 3 هكا وكنهز هاد 3 الاولانيين كنرجعهم للقطيب، وكنعاود ندير هادو وراهم عاد باش غادي نخدمهم. 1 2 3 4 5 6. هنا هذه البديه ديال اللويه ديالها لتحت، وغنكمل عادي. هنا بقاو ليا 7 ديال العيون، 2 4 6 7، غنخدمهم عادي. غادي ندور العمل ديالي. ونخدمهم. هذا غادي نخدمو سطر عادي. غادي نخدمهم هكا الفوق اولا مقلوب كما كيقولوا. من بعد غادي تبدا تبان اللوايه. كنخدم هكا كنكمل السطر عادي وغندور. غادي نخدم عادي، ما غاديش نلوي هنايا، كنلوي مره واحده وكنخلي واحد المسافه ما بين كل لويه ولويه باش تبان ليا الخدمه. بحال هكا غادي نخدم دابا السطر نسرح اولا كما كنقولوا لتحت. هكذا المهم هنا هي ما تزيريش الخدمه، كتخلي الخيط عادي ماشي مرخوف بزاف غيجيوك العيون كبار، ولكن كتخليه عادي. مثلا انا دابا هاد اللوايه غادي نشوف شحال غيناسبني فيها من السطر باش تبان. هي فيها 6 العيون،
شحال خدمت فيها هنا دابا جوج، غنزيد واحد 4 سطورة عاد لويها كندور الخدمة ديالي وكنخدم سطر مقلوب. انا هنا غادي نستمر بحال هكا، كنبقى نخدم هذا مقلوب والجهة الاخرى كنخدمو سطر مسرح عادي، وميني غنبغي نلويها غادي نوريكم كيفاش. هنا انا طلعت الخدمة شوية باش تبان لكم. المهم هنا انا خدمت 8 ديال الاسطر وغادي نجي باش غادي نسد اللوايه باش تبان. انا غادي نوريكم كيفاش، كيف ما خدمت في الاول 7 ديال الدقات حتى هنا غادي نخدم 7 4 5 6 7. غنجيو باش غادي نلويو هاد اللوايه كما قلنا حنا فيها 6 ديال العيون. غادي نوريكم كيفاش. الا خفتي منها تسرب ليك غتهزي هاد 3 دقات الاولين في قطيب، يكون عندك قطيب واحد اخر غتهزي فيه هاد 3 الاولين. غنهز الاولى والثانيه والثالثه، غنخليهم على جنب وغنجي. هادي طريقة سهلة باش ما تخربقيش في ديك الطريقة ديال اللوية اللي ما فهمتيهاش. مهم هذا كتدخلي كتفوتيه شوية باش ما يطيحوش لك العيون. وكنجي لهذا اللي كنخدمو فيه ديالنا وكنخدم 3 د العيون، 1 2 3 ونرد هاد العيون للقطيب ديالي الاولاني. ونخدمهم نكمل الخدمة عادي، هي 6 ديال العيون ونكمل السطر كله بنفس الطريقة، كل شيء كنخدمه لتحت كنحصل على هذا الشكل. هادي هي اللواية. كيمكن تطولي هنا قياس اللي بغيتي. هادي اللوية الاولى واللوية الثانية وكتستمري على هاد الشكل. انا غادي ندور الخدمة وغادي نوريكم كيفاش غادي نخدمو لوايات مثلا صغيورين بحساب الزواقه اللي بغيتو نتوما. انا غادي نوريكم نموذج صغير. هنا غادي نخدم هذا السطر هكا مقلوب، مقلوب هو اللي فيه هذا العقده. هادي غادي نكملو بهذا الشكل غادي ندور الخدمة. هنا كما قلت لكم انا عندي 20 عين. هنا غادي ندير جوج لوايات صغار، غندير فيهم غير 4 د العيون، غير جوج على جوج. باش ندير جوج لوايات صغار جوج على جوج يعني 4، وجوج على جوج يعني 4، 4 زائد 4 هي 8 ديال العيون. واللي بقى ليا من ديك 20 عين غادي نقسمو على 3. انا غير كنوريكم كمثال وانتم على حساب مثلا الطرف شحال فيه كتحسبي داكشي اللي غيبقى لك. مثلا غديري جوج لوايات داكشي اللي غيبقى لك غادي تقسميه على 3. انا مثلا هنا غادي نحيد 20، غنحيد منها 8 غتبقى ليا 12 غادي نقسم على 3 هي 4 د العيون. غادي نخدم 4 في الاول بحال هكا عاديين، 4 3 4 هادو 4 وهادي هاد 4 د العيون
هما اللوايه الاولى اللي غادي نفتح على هذا الشكل. كناخذ هاد العيون هكذا، وهادو كنهزهم هكذا، وكنرجع هادو حداهم، وكنخدمهم عادي لتحت مسرحين. يعني هذه اللوايه الاولى اللي فتحت، وغادي نكمل. خدمت ربع الاولين كما قلت لكم 12 مقسومه على 3 المرات، ربع الاولين وربع غيجوني هنا في الوسط. غنخدم ربع عاديين، واحد جوج ثلاثة أربعة، وغندير اللواية الثانية. شوفوا معايا مزيان كيفاش غندير. كنحيد ربعة العيون، كنهز هاد الجوج هنا، وهادو كنهزهم هكا، كنخالفهم، وكنبدأ نخدم عادي. واحد زوج ثلاثة أربعة، وغيبقاو ليا أربعة للآخرين، في المجموع هي 20 عين. أنا هنا غير باش نفسر لكم، بحال لغيت هاد اللواية الأولى اللي وريتكم وبديت وحدين أخرين جداد. غادي ندور ونخدم سطر مقلوب عادي، تنكمل العيون كامل اللي عندي هنا. شي راه ساهل وكيطلع دغيا. هنا غادي نخدم، ها نتوما شوفوا معايا هنا، هذه هي اللويه اللي درت، جوج لويات اللي درت فيهم غير جوج العيون في جوج العيون. غادي نخدم واحد ربعه السطور باش تبان، غنستمر بحال هكا. نخدم واحد ربعه السطور باش نطلع شويه، وعاد نوريكم اللويه كيفاش كتسد وكتبقى غاده في هذاك الشكل. هنا غادي نخدم عادي كل شيء كنخدمه مسرح. غنستمر بحال هكا ونرجع نوريكم. انا البنات هنا طلعت شويه الخدمه، خدمت 6 ديال السطوره بالضبط. غادي نوريكم كيفاش غادي نلوي هاد اللويات الزوج اللي فتحت هنايا صغار. كما قلنا ربعه د العيون الاولين، واحد زوج ثلاثه اربعه، وغنجيو هنا اللوايه اللي لويت هنايا قلنا فيها اربعه ديال الاعيون. غادي نوريكم هنا الا ما كانش عندك قطيب، قبيله وريتكم واحد الطريقه ديال كيفاش ديري القطيب في هاد العيون الا خفتي ليه يتسربوا لك. عاد ديري غير هاد الاعواد هادو معروفين ديال الشواء اللي كنستعملوهم في المطبخ، هو نيت راه على شكل قطيب، راه تقدري كاع تخدمي به هكا شي عوينات باش بغيتي تدربي زعما كاينه عليهم. غادي نهز هاد العيون، غنهزهم في هاد الاتجاه، غناخذ هاد الجوج حيت عندي هاد اللوايه فيها أربعة ديال العيون. غادي ناخذ جوج وبكل سهوله غنخليه هنا، ونمشي نخدم هادو الزوج الاخرين دياولها، واحد زوج، ونرجع لهادو هانتوما على شكل قطيب.
ونخدمه عادي. واحد زوج بهذا الشكل، وغنكمل نخدم أربعة اللي الوسط، نحيد هذا واحد زوج ثلاثة أربعة، أربعة اللي هنا وأربعة الوسط وأربعة في الأخير. وغنمشي لهاد اللواية اللي عندي فيها أربعة ديال العيون، ونعاود ندير نفس الطريقة اللي وريتكم دابا. غنهز هادو في هاد الاتجاه، كندخل شوية باش ما يطيحش ليا، وكنخدم هادو واحد زوج، ونرجع ندورو هذا كيف كان ونخدمهم عادي. وهكا ما كيطيحوا لينا العيون، ما كيتسرب لينا والو، وكتجي اللوايه بحال هكا. غادي نكمل باش نوريكم، وكنخدم أربعة ديال العيون اللي بقاو ليا في الاخر. هكا كنكون خدمت هاد اللوايات، شوفوا معايا كيفاش كيجيو، كيجيو رائعين، سورتو هادو صغيورين. كيمكن تمشي في التريكو بحال هكا كامل تعمريه، كيف يمكن ديري وحده كبار، وحدين كبار، يا اما في الجنب ولا في الوسط. هذه هي اللوايه، كتجي على هذا الشكل، كتجي شكل جميل. ما تنساوش البنات تشجعوني بالاشتراك ودعموني باللايكات، وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وخلي لي شي كومونتير لو بغيتي تستفسري على شي حاجه. مرحبا، على الراس والعين، وشكرا لكم على المشاهده. الى فيديو قادم ان شاء الله.